في تفاصيل مثيرة تكشف عن صفقات فساد مدوية داخل وزارة الكهرباء، كشف تقرير حديث لديوان الرقابة المالية عن ثغرات قانونية تضمنتها عقود شراء وتجهيز للطاقة الكهربائية مع دول وشركات مختلفة. فيما أشار التقرير إلى أن وزارة الكهرباء دفعت نحو 70 مليون دولار دون أن تتسلم أمبيرا واحدا من الكهرباء. وبيّن التقرير أن وزارة الكهرباء أبرمت 13 عقداً لشراء الطاقة من المستثمرين، منها 7 عقود أبرمت بصيغة خذ أو ادفع لمدة تتراوح بين 15 إلى 25 عاماً، ما تسبب بدفع مبالغ طائلة دون تسلم أو إنتاج طاقة كهربائية. وأبرمت وزارة الكهرباء عقوداً لمحطة بسمايا وفقاً لهذه الصيغة، حيث سددت 50 مليون دولار عن كهرباء غير متسلمة، ودفعت 16 مليون دولار في محطة رميلة دون أن تتسلم أمبيراً واحداً من الكهرباء.